الحلو دايما انه لبنان دايما بيحمل امور كتير حلوه ودايما بنفتخر فيها، ودايما بنحس انه لبنان دايما موجود على كل بكل نوع من الخرائط، مثل ما بيقولوا على الخريطه السياحيه، على الخريطه التاريخيه، على الخريطه اللي فعلا بنحبها كلنا واللي هي الخريطه الدينيه، وهذا الشيء اللي دايما بنسعى له. يعني اذا واحد بيعمل بس سياحه دينيه بلبنان فعلا بيتعلم اشياء كتير حلوه وبيشوف امور ما بشوفها ولا باي بلد بالعالم. وحدث تاريخي فعلا صار عندنا بلبنان، وكان في قداس شكر صار من يومين الاحد الماضي، واليوم رح نحكي عنه بالتفصيل مع الاخ شرب المرهج وقوي، وهو من الجماعه الرهبانيه المارونيه رساله حياه. صباح الخير. صباح الخير، صباح لكل المشاهدين. اهلا وسهلا فيك فريد، بنقلكم الف مبروك. شكرا. ومبروك للبنان. صحيح. لانه حلو بس نحس انه لما اجى الباب جان بول دو اجى على لبنان وقال انه لبنان رساله حياه، لبنان رساله سلام، وهذا الشيء اللي دائما بنطمح له لما بنشوف انه هيك اشخاص هن فعلا قدوه بكل انحاء العالم، لازم يشوفوا لبنان بهالطريقه، نحن كمان لازم نشوفه بهالطريقه. قديش فعلا عم تشتغلوا من خلال رساله حياه على هيك مواضيع، وقديش فعلا عم بتحاولوا ترسخوا اكثر انه بالنهايه ما في شيء الا الايمان بيطلع البلد من اي ازمه. اول شيء انطلاقا من رساله البابا يوحنا اكيد بولس الثاني انه لبنان بلد الرساله، نحن بنسعى كل يوم انه نعزز فعلا هالوطن الرساله يلي من خلاله نحن عم نعرف نحب، عم نعرف فعلا هيك نبذل، عم نعرف كيف فعلا نحط كل الامكانيات يلي بين ايدينا خدمه اخوتنا الفقراء المتروكين يلي ما عندهم حدا. صحيح. ويلي بدي اقوله انا انه نحن بنقدر كل حدا من موقعه، ونحن اليوم اخذنا خيارنا انه نكون فعلا رسل سلام، رسل محبه بقلب هالوطن اللي بنحبه كثير، وفعلا عم نحط كل القدرات يلي بنملكها بين ايدين شعبه تفعلا نحن كمان نكون شهود لهيدي الحقيقه، شهود للحب بقلب وطننا يلي يمكن موجوع على عده اصعده، بس نحن قررنا نقول بدنا نعمل خطوه، وسقفه الخطوه هي اللي بتعمل فارق بقلب عالمنا وبقلب وطننا. صحيح وطننا. صحيح، هيدا هو الاساس دائما، ودائما بنقول انه واحد يحس انه هو ما رح يفقد الامل، ودائما يحس انه يرفع ايديه لرب العالمين يصلي ويدعي، يبلش من حاله ويحس انه كمان واحد بيتكل على الله، والله اكيد ان شاء الله بيكون فاتح له كل الابواب الحلوه. هل المبادرة اللي صارت من قبل الفاتيكان هلا واللي حصل عليها لبنان، اذا بنحكي شوي قبل ما نوصلها عن موضوع جماعة رسالة حياة، نعرف الناس اكثر عنها وبنحكي بعدين على الحدث اللي صار من يومين. اكيد. اول شيء بدي اقول الجماعة الرهبانية المارونية رسالة حياة هي جماعة ذات حق بطريركي بتضم اباء إخوة وخيات، نحن جميعا مختلطة. الهدف الأساسي أنه نحن نكون عم نترك كل الأشياء الأساسية بقلب حياتنا ونتبع الله بنذور الطاعة والفقر والعفة. نعم. تنكون فعلا بأكسين أساسيين مهمين مع الناس، هي خدمة الشباب من خلال الكلمة والاهتمام بإخوتنا الفقراء المتروكين يلي ما عندهم حدا. نعم. إضافة لهالعمل اللي مرتبط بهالأكسين الكبار، نحن كمان عندنا خط مرتبط بكل إخوتنا المتطوعين المتطوعات يلي هو في شبكة كبيرة من الأصدقاء يلي هن بيكونوا واقفين حد جماعتنا. نعم. منهم المتطوعين الملتزمين، منهم العائلات الملتزمه، ومنهم الاشخاص يلي هن اسمهم شبيبه الحياه يلي هن اشخاص بعمر 16 ل 18 سنه بيتنشوا على روحانيه الخدمه، على روحانيه الرساله، على روحانيه المحبه، تينطلقوا هن بدورهم كمان بقلب مجتمعهم، بقلب الواقع اللي هن فيه، يعملوا تغيير ويعيشوا ويحبوا، مثل ما هيك كمان الامور عم تروح باتجاه انه نحن نعيش افضل شيء ممكن ونقدم افضل شيء ممكن للناس بمحبه كثير كبيره. وهذا الشيء المهم جدا اللي عم تعملوه، انه هو عم بتبلشوا ترسخوا هالمبادئ وهالامور المهمه. صحيح. جدا بعقول كمان الشباب الصغار اللي هن بدهم يحملوا هالبلد ان شاء الله على كتافهم، لانه الاساس هو انه الشبيبه هن نبض. نعم. نبض الكنيسه، نبض الوطن، ومن خلال هالوطن نحن ومن خلال هالشبيبه بنقدر فعلا نقول انه نحن عم نحط هذا السلام. وبدي اقول انه كمان هالخطوه اللي بلشت هي بلشت من المؤسس والاب العام وسام معلوف. نعم. بلش سنه 93. اول ما بلشت الفكره هيك تاريخيا شيء صغير بنقوله بشكل هيك سريع، انه بلشت الفكره بالاول ما كان في شيء فكره واضحه انه انا بدي انشئ رهبنه. بلشت الفكره انه هو وقت سنه 93 بقلب الحرب اللبنانيه وكل هودي. نعم. قرر انه هو بيكون عم بيساعد مجموعه من الطلاب ليكونوا فعلا عم بكفوا كل الامكانيات يلي بقلبهم، يروحوا هن كمان ويحطوها بترجمه عمليه يمكن بالجامعه بكل هودي وما عندهم امكانيات. فكان. نعم. بلش هو عم بيساعد هودي الطلاب، بلشت الفكره بالبدايه هيك، رجعت بلشت تنتقل والله حط على طريقهم عده اشخاص، وصار عم يسال هو شو بدك مني يا الله من خلال هالشيء اللي عم تحطه. نعم. على طريقي، وبلشت الفكره تتبلور اكثر واكثر.
انتقلوا بعدة مراحل الجامعة، 7 مراحل أساسية. بلشنا من زحلة اللي هي الأساس، نعم. كان عمره 17 سنة وعم يتعلق بجذرية الإنجيل يلي هو فعلا جذرية فيها حب، فيها سلام، فيها هيك أخاء لكل الناس، نعم. بمساعدة المرشد الأب أمبروسوس الحاج. ووقتها كمان بلشت الأشياء تكبر بقلبه أنه أنا عندي رغبة عمياء أنه أنا أتبع الله، بأنه أنا ساعد، حط كل الإمكانيات يلي الله فعلا زرعها بقلبي تكون فعلا عم بعمل تغيير بقلب العالم. وهون بلشت تكبر لا وصولا لليوم اللي هي الجماعة الرهبانية المارونية اللي هي نموذج جديد بقلب الكنيسة. نعم. قطعت بعدة مراحل. كان 18 حزيران سنة 2000 هو أول الكادر الأساسي اللي ندروا فيه الأب العام مع الأب إلي رياشي، وهناك كفت المسيرة. كان أكيد في عدة أمور مرتبطة بالحق البطريركي اللي أخذناه من غبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وكمان هلأ الشيء اللي احتفلنا فيه قداس الشكر هو النموذج الجديد. جامعة رسالة حياة هي اليوم نموذج جديد من الحياة المكرسة بقلب العالم، لأنه نعم. بالمادة 571 و572 من القانون الكنسي بيطلق أنه اليوم الروح القدس ينفخ في الكنيسة نماذج جديدة، ومن ضمن هالنماذج الجديدة اليوم جامعة رسالة حياة يلي هي اليوم أشرقت النور من سنة 93، واليوم أكثر وأكثر عم تسعى، نعم. تحب وتعطي وفعلا هيك تغامر مع الله وتكون فعلا هيك عم تساهم مع كل الناس يلي موجوعين وعندهم إمكانيات فعلا هيك ضئيلة يمكن، بس الفرح والسلام هو اللي يمكن هيك بيرجع بيعزز لهم كل الحب اللي بقلبهم. أكيد. وهالحدث اللي صار مؤخرا يعني من الفاتيكان، يعني إذا فينا نقول هذا تكريم لرسالة حياة، يعني بعد ربع صحيح. قرن يعني لبيل الفضة إذا فينا نقول لهالجماعة اللي ابتدت ب 93، كيف كانت يعني جوانبها وقديش فعلا رح تقدروا تساعدوا أكثر بعد عدد من الأشخاص؟ لأنه للأسف يوم بعد يوم نلاحظ إنه الاحتياجات مش عم بتخف إنما عم تكتر. صحيح. محرومين عم يزيدوا أكثر، عدد الفقراء والأشخاص اللي هن بحاجة لمساعدات عم يكتر يوم بعد يوم عددهم. أكيد أنا بدي أقول من خلال رسالتنا الأساسية اللي مرتبطة بالاهتمام بإخوتنا الفقراء المتروكين يلي فعلا ما عندهم حدا وعندهم رغبة عميقة يكون في عندهم سند أساسي بهيدي الحياة. نحن عندنا أديار أساسية بتنشئها الجماعة لاستقبال هؤلاء الأشخاص. نعم. واليوم كمان بمنطقة أنطلياس عندنا دار يلي اسمه دار الحياة الجديدة يلي بيستقبل كل هالأشخاص، تقريبا 120 شخص نحن موجودين، أولاد وشباب ومسنين. ودارنا بيقدمها في سوان بالياتيف، العناية المنظمة في الأشخاص يلي بآخر مرحلة من حياتهم، بيكونوا كمان عم نهتم فيهم تيكونوا عم نرفقهم تيكونوا هن أكتر عم بيعيشوا آخر مرحلة من حياتهم بسلام وينتقلوا هيك يلاقوا وجه الله الحنون بشكل كتير مميز. نعم. انطلاقا من هذا الشيء بدي أقولك إنه أكيد الحاجات كتيرة، بس الله عم بيحط إمكانيات بين إيدينا وهالإمكانيات نحن عم نستفيد منها ونستثمرها لخدمة مشروع الحب. النموذج الجديد بقلب الكنيسة اللي الكرسي الرسولي هيك أقره هو هدية لجماعتنا، نعم. هدية للبنان، تنكون نحن أول جماعة رهبانية تحمل هالنوفيل فورم بقلب الشرق، نعم. وهيدا هدية فعلا لكل وطننا الحبيب لبنان، وهيدا دعوة لنا شخصيا نحن نرجع هيك أكتر وأكتر نعيش الأمانة، نعيش الحب، نعيش الالتزام بكل الأمور يلي عم نحن فعلا نعملها ونحطها بين إيدين الناس، تنكون نحن حد الناس مع الناس عم نمشي فعلا بمحبة وسلام. قديش فعلا يعني مثل ما عم تذكر حضرتك انه من خلال هالاديره اللي عم تنتشر اكثر واكثر بالمناطق ايضا وعم بتحاولوا تستوعبوا اعداد كبيره، قديش فعلا عم تقدروا توصلوا لهالاشخاص اللي هن مثل ما قلنا بحاجه انه واحد يمد ايده لحتى يساعدهم؟ يعني مثل ما قلنا الحاجه كثير كبيره. صحيح. وعم تكثر. نحن بنقول انه حاملين دارنا على كتافنا، نعم. وهذا الشيء اللي كثير مميز ان احنا بجماعتنا في عندنا هدفين كثير مهمين، هو هدف انشاء الاديار لكل الاشخاص يلي بحبوا يجوا نستقبلهم وهيك يكونوا عم بيقضوا معنا كل الوقت وهودي بيصيروا عندنا موجودين كل الوقت نحن بنهتم فيهم، وعندنا الشق الثاني يلي هو مرتبط ب نحن شيء اسمه رساله الشوارع، رساله الشوارع يلي بنعملها هو بننطلق صوب الاحياء الفقيره الاشخاص يلي ما عندهم حدا، وتقريبا نحن بنزور 300 400 عائله بالشهر، جميل. هودي اشخاص، نعم. نحن بشكل ثابت من سنه 95 97 لحد هلا بنزورهم بشكل كامل دوري تخلوا حصص غذائيه، بنزورهم، يمكن في اشخاص عندها حاجات تطلع، عندها احلام معينه من الحقيقه، اضافه لرساله الكره يلي كمان مش بس بنحصر حالنا بمحل معين اكثر ما بننطلق صوب اخوتنا يمكن يلي باقصى الاراضي اللبنانيه، ففعلا نحمل لهم كل الحب كل السلام، نعم. اضافه للمساعدات الاساسيه يلي نحن كمان عندنا رغبه نكون عم نقدمها لهالناس، وكمان عندنا شيء مرتبط بحمله الوحده والتضامن، وهذا شيء كمان ارتباطا من بعض الاوجاع اللي شفناها عند الناس وكانت ترجمت بكذا خطوه تما يموت طفل من البرد، هي كمان لانه لقينا انه في اشخاص عم تموت بعدها من البرد بقلب الوطن، قلنا بدنا نعمل خطه الشديد. وكنا عملنا هيك
حملة كبيرة لفعلا هيك نوزع أغطية، نوزع كنزات، نوزع فعلا اشياء تدفي هالناس يلي عندها حاجه. ومن ضمن هالحملات كله الاساس هو انه فعلا نحن نروح نحب هذا الاخر باختلافه، باختلاف جنسه، طائفته. الاساس هو كل الانسان يلي بقلبه، وهذا فعلا هيك شغلنا الشاغل اليومي، نحن نحب ونعطي للاخر مهما كان هذا الانسان المختلف عني دينيا او عرقيا او جنسيا بكل الامور الأساسية. صحيح. اذا بدنا نختم كمان لحتى نذكر بس الاديره اللي موجوده عندكم، يعني مثل ما ذكرت في بزحله في مناطق أخرى، يعني كمان وين موجودين وقديش تقريبا عم بيكون عددكم أنتم لحتى تغطوا هال نعم. يعني عم نشوف عائلات كثيرة عم تزوروها دوريا بشكل شهري، هذا الشيء بيتطلب أكيد أعداد كبيرة وأشخاص كثار. نحن في مجموعة من إخوتنا وخياتنا اللي دائما هن موجودين، مثلا نحن بدارنا بأونتلياس اللي هو دار الحياة الجديدة يلي فيه بنسميه دار الاستقبال، اللي فيه موجود 120 شخص. نحن حوالي 20 خي وأخت موجودين بهذا الدار بشكل دائم. نحن بنهتم بكل شيء خدمة قريبة من هؤلاء الأشخاص، يعني نحن بنكون مسؤولين عن الامور القريبه، طعام الاشخاص، يمكن امور الاشخاص الرئيسيين نحن كمان بنهتم فيهم. كل هيدي الخدمه بمنطقه ادمى اللي هي مستشفى العينيه اللي هي كمان في اخوه وخيات هناك تقريبا 10 12 شخص بيهتموا بكل هؤلاء المرضى بالحضور القريب لهم كمان. نعم. ورفاقتهم روحيا وهيك نفسيا على كل الاصعده. واكيد اضافه لهالاشخاص في عندنا شبكه كبيره من المتطوعين يلي هن بيحطوا ايدهم معنا وبيامنوا بمشروع الحب انه هالمشروع هو رح يسمو فرح وسلام لكل الأشخاص يلي الله عم بيحطهم على طريقنا. ومع هالشبكة من المتطوعين ومن إخوتنا وخياتنا في كمان جروب من المتطوعين، يمكن الشبكة مرتبطة بالحكمة، شبكة مرتبطة بممكن أشخاص هي بتجي بتقول إنه أنا بدي حط وقت، أنا بدي ساعد. وهيدي السقافة يلي عن جد عم نجرب نعززها أكثر وأكثر، هي سقافة المشاركة. أنا بدي شارك مع الآخر، أنا بدي أروح لعند الآخر وأقول له فعلا أنا مستعد كون عم بعطيك من وقتي، من ذاتي، من الإمكانيات اللي بين إيدي، تفعلا أنا وياك عيش حياة أخوة، حياة أفضل بقلب الوطن الواحد. وبدي اقول لك انه نحن بكل هالرساله اللي بنعيشها نحن رسالتنا مجانا بالكامل. نعم. وبنتكل فعلا على العنايه الالهيه يلي بتحط بالوقت المناسب الاشخاص المناسبين على طريقنا. من خلال هالاشخاص هالجماعه عم تكبر تفعلا تحقق مشروع الحب، وهذا الاساس وهذا اللي فعلا شغلنا الشاغل يوميا. اكيد. وهذا الشيء هيك فعلا مدعي في كل الناس، لانه مثل ما عم نقول اهم شيء واحد دائما يفكر انه بالنهايه هو الاساس. الدول تبنى على الايمان، والكمان فعلا الواحد يحس حاله انه بده يساعد، مش بس حاله، يساعد خيه المحتاج كمان. صحيح. وهذا الشيء الاساسي، لانه مجتمع بدون بس شخص واحد ما بيقدر يعيش مع بعضه. مزبوط. بدهم كلهم يكونوا متحدين لحتى يقدروا فعلا يحملوا وطن افضل، ووطن يبشرنا بامور كمان حلوه لنا ولاولادنا. صحيح. نحن ما نشكر كثير وجودك فتار شربل، اهلا وسهلا فيك ويعطيكم الف الف عافيه لك ولكل الرهبانيه اكيد، ولا مبروك للجماعه على هالحدث التاريخي اللي صار مؤخرا، واكيد قداس الشكر اللي صار من يومين. صحيح. هو اقل شيء فعلا الواحد يحس فيه انه عم بيقدر يحمد ربه على هالامور. نحن رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، خليكم معنا.